لا زالت معضلة الانتخابات تمثل الكابوس المرعب لأغلب المواطنين المتخوفين من إعادة تدوير بعض السياسيين الفاسدين من خلال عمليات التزوير وغيرها التي تسعى إليها الأحزاب السياسية الفاسدة لكسب الأصوات لصالحها من خلال شراء البطاقات الانتخابية والاستيلاء عليها. فاحنا ما زلنا متخوفين من هاي العمليه يعني نرجو انه يكون يعني انتخابات هاي الجديده الحاليه تكون نزيهه انتخابات نظيف بعيدا عن المحسوبيه بعيدا عن التزوير يعني نتمنى انه الشخص المناسب يكون بالمكان المناسب حتى يقدر يعني يصعد بالانبار يعني يقدر شويه انه ينهض بالانبار الانبار عانت ما عانت المواطن بدوره ابدى اشمئزازه من الانتخابات واصفا اياها بعدم النزاهه لما شهده من جولات سابقه تمثلت بشراء الذمم والتزوير ناهيك عن وجود الكثير من البطاقات الغير محدثه التي يسهل التلاعب بها واستغلالها لصالح الاحزاب الفاسده ومطالبات المواطنين بعدم الاعتماد على البطاقات الاعتياديه لضمان نزاهه الانتخابات. الانتخابات الماضيه صار بها تزوير صار بها تلاعب اشترت بها ذمم الناس هوايه هوايه ناس انه ما كانت تعرف انه هاي الانتخابات تابعه الاحزاب نتمنى نتمنى من هاي الانتخابات الجايه نتمنى من الناس انه ما يبيعون اصواتهم الـ الـ الناس تابعه الاحزاب نتمنى انه بهاي الايام وهاي الانتخابات تكون نزيهه ما تابعه لاحد ما تابعه للاحزاب الفاسده وما بين الماضي والحاضر يبقى المواطن العراقي تلك الفريسه السهله التي تستفيد منها الكتل السياسيه المتنفذه للوصول الى مبتغاها من الرمادي ادريس يحيى قناه الفلوجه